الكلمة الآن لسيادة رئيس المجلس البلدي لمدينة تيزنيت، فليتفضل مشكورا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أهله وصحابته أجمعين. سيد مستشار صاحب الجلالة أستاذ الدكتور عباس الجراري وحرمه الفاضلة سيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تيزنيت، السادة رؤساء المجالس العلمية والعلماء الأجلاء الأفاضل حاضرين معنا، السادة أساتذة الباحثين من أساتذة من جامعيين وطلبة، السادة المنتخبين أيها الحضور الكريم، أود أن أعرب لكم عن السعادة التي تغمرني وأنا أحضر معكم باسم بلدية هذه المدينة، وأنا كذلك أحضر معكم هذا الملتقى العلمي حول الأدب بالجنوب المغربي في القرن الرابع عشر للهجرة، والذي أبى منظموه إلى أن يفتتحوه بتكريم أستاذ الأجيال وعميد الفكر العربي العلامة الدكتور عباس الجراري مستشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله. ويسعدني باسم أعضاء بلدية تيزنيت وساكنة المدينة أن أرحب بالعلامة الدكتور عباس الجراري، وأرحب كذلك بضيوف مدينتنا الغراء من علماء أجلاء ومهتمين بشتى حقول المعرفة والإبداع، وبالسادة الأساتذة الباحثين من مختلف المراكز البحث العلمي للبلاد، والذين سيؤثرون هذا الجمع المبارك بمداخلاتهم العلمية القيمة والموزعة على أربع جلسات علمية على مدى يومين بحول الله. ومدينة تيزنيت كعادتها سجلت نفسها ضمن التزاماتها في تقديم الدعم في كل مجالات البحث العلمي، ويتسعى إلى تأصيل هذا المسعى لبناء ترسنة ومنصات لفتح الإمكانية الأجيال من طلبة الشباب ليصقلوا علم معرفتهم و إلمامهم بشؤونهم المحلية ومنطلقات قدرات وقوى هذا البلد الكبير، باعتبار تيزنيت مركزا من مراكز سوس العالمة والتي ما زالت تؤدي هذا الدور إلى يومنا هذا. وبالرجوع إلى ندوتنا، لن أحدثكم عن الجهود العلمية للدكتور عباس الجراري أو عن إنتاجاته الغزيرة أو نظرياته في القضايا الفكر والثقافة والحضارة وطنيا ودوليا، فمن الطبيعي أن ينشغل الباحثون وعموم المواطنين بمعرفة الدكتور عباس الفاسي الموسوعة وبمؤلفاته وبفكره وآدابه وثقافته ومنهجه، لكن من واجبنا علينا الالتفات لواجهة الجمعوية لمحتفى به اليوم، وهو مجال خصب في شخصيته قليلا ما يلقى عليه الأضواء. فرغم انشغالاته الأكاديمية وإكراهات الكتابة والإبداع والتأليف، فإنه لم يتوانى يوما عن المساهمة الفعالة والفاعلة في العمل الجمعوي الثقافي البناء المضيء والفاتح للطريق الذي راكم من خلاله رصيدا إنسانيا وثقافيا وفنيا وتواصليا فريدا يجعل منه إحدى رواد الفعل الجاد في المجال المجتمع وفي كل مناحيه المتميزين بالبلاد. وهنا نستحضر البعد الإنساني المطبوع بقيم التطوع ونكران الذات في شخصية المفكر الدكتور عباس الجراري التي تستفز فينا كمسؤولين جماعيين وجمعويين القيم الوطنية الخالصة والأخلاق الرفيعة لنسترشد بها ونتخذها نبراسا يقتدى به في مسار هذا النشاط الجمعوي المتميز والغزير العطاء
وما أحوجنا إلى هذا الصنف وهذا العيار من المفكرين ليفتح ويشد بأيدينا لبناء وتحقيق آمال المغرب في بناء دولة قوية ديمقراطية حداثية. فانطلاقا من نادي والده العلامة الأديب عبد الله السيدي عبد الله الجراري، النادي الجراري الذي أسسه سنة 1930 وجعل منه رحمه الله مؤسسة ثقافية وطنية مرموقة وما زالت حتى الآن. تطورت هذه الواجهة الجمعوية عند الدكتور عباس الجراري من خراطه وبتأسيسه وإشرافه على العديد من منظمات الجمعوي والجمعيات الثقافية، ومنها على سبيل المثال إلى الحصر النقابة الوطنية للتعليم العالي، اتحاد كتاب المغرب، جمعية المؤرخين المغاربة، جمعية البحث في آداب المغرب الإسلامي، جمعية الموسيقى الأندلسية وطرب الملحون، جمعيات السماع والمديح، الرابطة العربية لباحثي التراث الشعبي، منظمة زيادة على أنشطته في المجال الشمولي الإقليمي العربي كمنظمة لسيسكو، مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات، المجلس العلمي للرباط، جمعية منتدى الغد الأدبي، جمعية الرباط الفاتح للتنمية المستدامة إلى آخره. فهذا إلا جزء من محطات من أنشطة التي ينتعش فيها ويبدع فيها الأستاذ الجراري. وبجانب هذه الجمعيات الوطنية انخرط المحتفى به في هيئات ومنظمات دولية، ومن بينها مؤسسات الإبداع الشعري بالكويت والمنتدى الأدبي بالمملكة العربية السعودية ومؤسسة آل البيت بالأردن أو أكاديمية المملكة المغربية، المجامع اللغوية العربية بدمشق والقاهرة، جمعية خريجي المعاهد والجامعات المصرية وغير ذلك من المراكز العلمية الوضاءة المعروفة على الصعيد الوطني على الصعيد الدولي. أستاذنا الجليل، حللتم بمدينة تزنيت وفي سوس الذي أنتم من، ففرحنا لا حد له، وبارك الله في أعمالكم وخلد في الصالحات مجهوداتكم النبيلة ومتعمكم بوافر الصحة والعافية أنتم وحرمكم وأبنائكم وعائلتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.